أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشاهدون أعزائي، طبعا هذا الحب اليوم تشوفون هذا النبق، يعني هو الزيتون الشبشابي، هذا يسمونه، يكون الأحجام مالته ما شاء الله. مثل ما تشاهدون أعزائي، أحجام جيدة جدا ما شاء الله، غزارة الحميل. هذا نوع من أنواع الزيتوني ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشاهدون أعزائي الكرام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها ان شاء الله هسه شو اسمه نقص. ما يريد نعتمد على مالات فاضل. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الاحجام اعزائي مثل ما تشاهدون حجم الثمر ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله اعزائي، يعني العلم هاي حاوين من عندها، يعني ما باقي بحملها، يعني ما شاء الله غزارة الثمار مالتها جيدة جدا. وهذا النوع، هذا النوع الملاسي اللي هو يكون بدون بذور، هذا النوع التفاحي الدرجة الأولى، هذا الغصن. يعني هاي بيها ثلاث أنواع، هاي الشجرة اللي هو الأحجام، هذا الزيتوني الشبشابي والتفاحي والملاسي، وهذا النوع هو التفاحي. وهاي طعمناها، هاي تم التركيب مالتها بهذا النوع الشبشابي وال عندنا العرموطي والباكستاني الأحمر. هذا النوع التفاحي أعزائي، هاي حديقة أحد الأخوة محافظة النجف. هاي الشجرة التفاحية، نفس الشيء حجي.